كل سنه مستعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي في الاحصاء يا جماعه. الاحصاء سهله جدا، وهو برانش من خمس برانشات في الاسبوع. الاسبوع 30 درجه مضمونين بشكل بسيط خالص. طب انا عندي كام برانش فيه؟ عندي خمس برانشات، واحد منهم الاحصاء. قبل يا جماعه ما اقول الاحصاء يعني ايه، اتفق اتفاق النهارده هتكلم بالعربي كتير. بقيت لعبد الله وتقول دكتور هو يشرح بالعربي؟ لا خالص، لان الاحصاء هيدي لك مساله، فالوسيله الاسهل تفهم بيها والاسرع تفهم بيها تحل المساله وخلاص. مش هقول لك حليتها ازاي، طبعا هنعمل قوانين وكله، لكن انا مش هتكتب تكست، مش هتدسكس. ده رقم واحد. رقم اثنين، هتطلعي واخده صفحه ونص. يا دكتور صفحه ونص ازاي؟ احنا قعدنا 16 ساعه عشان صفحه ونص مثلا، مثلا 16 ساعه عشان صفحه ونص. الصفحه ونص دول يا جماعه 3 شابتر. ده السمري بتاعهم اللي انا بعمله، ده السمري بتاعهم. طب السمري هيطلع في الاخر في قد ايه يا جماعه؟ صفحه ونص. ده الطالب ايه؟ بيبهوأ. اما لو الطالب عايز يبقى منظم، ربع صفحه كده عيش بيها حياتك، ربع صفحه الاحصاء عيش بيها حياتك كلها. كل سنه يا مستر علي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اشرح يا جماعه هشرح داتا يعني ايه وانفورميشن يعني ايه. هذا السؤال هيجي في الامتحان مش جاي في الامتحان. طب يا دكتور بتقوله ليه؟ عشان افهم بيه معنى الموضوع. يلا يا جماعه مين يعرف يترجم كلمه داتا؟ يلا يا جماعه مين يعرف يترجم كلمه داتا؟ ها بيانات او معطيات. يا الله، او معطيات. مين يعرف يترجم كلمه انفورميشن يا جماعه؟ ها كلمه انفورميشن معلومات. ايه الفرق بين الاثنين عشان ما نبقاش بنترجم وخلاص؟ اسمعوا بقى النصيحه اللي هيقدروا. اسمعوا النصيحه دي بقى. الناس يا جماعه بتتعامل الكوميونتي كلها وخصوصا الاحصاء بالاحساس. يعني بدل ما زميلك يبقى قاعد جنبك يقول لك غششني في الامتحان، قول له احسها. غششك ليه؟ لو حسيتها هديله المعلومه. يعني ايه احسها يا جماعه؟ الاحساس اعلى درجه فهم، اللي هو ببساطه بيسموه اليقين. انا اول مره في السنتر هنا فمش عارف ابعده، يعني اول مره يعني. فبيسموه اليقين. اليقين ده يا جماعه اللي يخليك تحل وانت متاكد ان حلك صح. عارفين يعني ايه؟ كم واحد فيكم السنين اللي فاتت طلع من الامتحان مش متاكد اجابات الام سي كيو صح ولا غلط كلكم؟ ليه؟ عشان ما عندكمش الفهم العميق. لو وصلنا للفهم العميق عمرك ما هتنسى في حياتك. ماشي؟ يلا كل سامي يلا بسرعه تاني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي نحس؟ يلا كل الناس حس. حس يلا. داتا. ها يلا يا جماعه تحسوا يا جماعه تظبطوا داتا يلا. يا جماعه انا هديكم مثال. اعتبروا نفسكم 100 واحد يا دكتوره. 100 واحد ليه؟ عشان رقم سهل نضرب عليه مثال. قال لك انزل يا دكتور اسمك ايه؟ محمد. انزل يا دكتور محمد اعمل لي بحث على ال 100 واحد على الطول بتاعهم. بص يا دكتوره على الطول بتاعهم. فنزل محمد قال اول واحد اسمه احمد طلع طوله 60 سم انا ما بعرفش. تاني واحد طلع علي طوله 65 سم برضه ما بعرفش اقصد الارقام. بعد كده طلع حسين طوله بصوا 70 سم وهكذا 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 ال 100 واحد. وواحد بس اسمه محمد يا جماعه وواحد اسمه محمد طلع طوله 190 سم دول ال 100 واحد. يا دكتوره يا دكاتره يا دكاتره ركزوا عشان الموضوع فعلا ما نفصلش حته واحده كله على بعض، كله حته واحده. لو هي حته هتقع في الباقي. بصوا يا جماعه تاني عشان خاطرك قلت لمحمد انزل اعمل بحث على طول المجموعه ل 100 واحد. اول واحد طلع احمد 60 سم، اللي بعده علي 65 سم، اللي بعده حسين 70 سم، اللي بعده محمد 190 سم. يرجع بكام ورقه؟ 100 واحد. يرجع بكام ورقه؟ 100 ورقه. كل واحد له ورقه لوحده. وعشان كده تعريف الداتا individual values، قيم فرديه، قيمه كل واحد لوحده، ورقه كل واحد لوحده. السؤال بقى يا جماعه، هل لو البيانات دي اتعملت على مليون مصري تعرفوا المصريين طوال ولا قصيرين؟ ما اقدرش اعرف، لازم اشتغل عليها احصاء. فاعمل ايه؟ اروح عامل مثلا ورقه رسم بياني. بصوا مثلا ده وعامل علامات الرسم ايه؟ 20 سم 30 سم 40 سم 50 سم. بصوا 150 سم اهو، وهنا 190. بصوا يطلع كل المصريين اهو الا محمد بس اللي 190. فنستنتج منها المصريين اقزام. دي انفورميشن. واحد يقول لك مش فاهم الفرق. بصوا الفرق دي معلومة فردية، دي معلومة مجمعة. عارفين مجمعة يعني ايه؟ اجي اقول لك انا عملت بحث على وزن الفلبينيين وطلعوا تخان. انا اتكلمت على واحدة فلبينية باسمها، قال لي سيرة حد؟ ما فيش سيرة حد. يعني دي واحدة فلبينية تقول لي ازاي تقول عليا كده؟ ما فيش سيرة اصلا. انا اتكلمت على الفلبينيين كلهم، فهمت الفكرة ولا لا؟ دي معلومة فردية، دي معلومة مجمعة. ده قيمة الفرد فرد، يعني كل واحد له ورقة بتاعته يعرف يقول باسمه انا طبيب ولا صيّر. اما ده كل المصريين. لحظة، الفرق الثاني ده قبل الاحصاء. اسمها ايه بقى بالانجليزي قبل الاحصاء؟ رو ماتيريالز اوف ستاتستكس، الماده الخام للاحصاء. يعني لسه ما اشتغلتش عليها احصاء. ده الورق بتاعي ده يا جماعه ناتج الاحصاء. مكتوب عندكم في الورق ازاي؟ ده المانجمنت اوف داتا. ده بعد ما اشتغلت عليها احصاء، ده قبل ما اشتغل عليها احصاء. في حاجه صعبه كده في هذا الكلام؟ ده اللي هيتبنى عليها القرار. كل ده لسه مش جاي في الامتحان. كله يسمي بقى عشان اتكلم بالراحه، واللي جاي واللي جاي في الامتحان فنتكلم براحتك يا هانس. كله يسمي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. فاريبل يعني ايه؟ يا جماعه فاريبل ايه يا دكتوره؟ ها متغير. إيه حد عارف تعريف المتغير ايه؟ اديكم مثلا، انا قدامي 100 واحد عايز اعرف وزنهم. اول واحد 70 كيلو، ثاني واحد 80 كيلو، ثالث واحد 90 كيلو، رابع واحد 100 كيلو. يبقى اذا الوزن يتغير، يبقى اي حاجه كانت تشنج كده يا دكتور. يبقى الثابت تعريفه اي حاجه ما بتتغيرش. طب اديني مثال يا جماعه للثابت. بصوا على الكراسي، احجام الكراسي في القاعه ثابت.
لكن الوان الكراسي في القاعه متغير. في حاجه صعبه كده هذا الكلام يا جماعه؟ لا ده حته شاطره قوي بقى، الطاقه شاطره. والمتغير في صفه ثانيه، عارفين الصفه الثانيه ايه؟ ميجر دي يقاس زي الوزن او زنه، اور اوبزرفد يلاحظ. يعني ايه يا دكتور يلاحظ؟ هو لما اجي اقول لك يا جماعه شوف لي المتغير هو السكس في القاعه الميل ولا في ميل، ولا يتقاس ولا يتلاحظ؟ لما اقول لك شوف لون العين ده بيتقاس ولا بيتلاحظ؟ بيتلاحظ. يبقى المتغير مش لازم يتقاس، مش لازم يتوزن، ده ممكن يلاحظ. في حاجه صعبه كده هذا الكلام؟ كل ده مش جاي في الامتحان، ده افهم بيه. طب من اول هنا ده اللي جاي في الامتحان، طب ركز معايا يا دكتور، هتكلم على الموضوع اللي بعده من اول هنا جاي في الامتحان ومهم وتقيل وعليه 5 درجات، الكلام اللي قبل ده عليه 5 درجات. هي الحصه تبقى تقيله يا دكتور كمان 10 دقايق من دلوقتي، كل ثانيه ها بسم الله الرحمن الرحيم في اول كل موضوع كده ثانيه. يا دكتور الفاريبل انواعه، الفاريبل انواعه يا اما متغير كوانتيتيف متغير كمي، يا اما كواليتيف متغير كيفي. لحظه، كل اللي قاعدين قدامي هيقع في الموضوع. مش هو انا بجيبها اهو. يا جماعه متغير كمي يعني ايه؟ حد بيقول كده؟ المتغير الكمي ارقام غلط، افتح قوسين واشرح لنفسك، ارقام غلط، ارقام تدل على كميات. واحد يقول يا دكتور يعني ايه ارقام تدل على كميات؟ هو في ارقام ما تدلش على كميات؟ اه هنشوفها كمان شويه. طب مين الارقام اللي تدل على كميات؟ بصوا يا جماعه، واحد وزنه 70 كيلو، بصوا يا جماعه، بصوا مثلا واحد وزنه 70 كيلو، تخيلوا تخيلوا كده قدامكم، كل واحد يتخيل في دماغه، واحد وزنه 70 كيلو اهو. واحد وزنه 35 كيلو ونصه تدل على كميات. واحد وزنه 140 ضعفه تدل على كميات. ايه ده يا دكتور؟ هو فيها نكتب ارقام لا تدل على كميات يا جماعه. ساعات على الكمبيوتر عشان ننجز بنعمل ايه؟ نروح قايل كده بالظبط، جاب اهو الميل رمز 1 والفيميل رمز 2، هل انا كده يا جماعه قلت على كميات ولا قلت على صفات؟ هنا لا تدل على كميات. ده متغير كواليتيف. اديكم مثلا لما نيجي نقول السيفيريتي بتاع السرطان ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 4 ده معناها مايلد مودر سيفير فيري سيفير، هنا لا تدل على كميات لا تدل على صفات. طب يا دكتور المتغير الكواليتيف كيفي، طب يعني ايه يا دكتور كلمه كيفي؟ بصوا معايا، بصوا اسماء زي مين وفي مين، او صفات زي لون العين اخضر ازرق، او ارقام لا تدل على كميات، او اسماء او صفات لا بيكتبوا وراها، او ارقام لا تدل على كميات. يلا المقلب الاولاني هقول لكم الاسئله السهله والصعبه. يلا يا جماعه اول مقلب لكم كلكم، يبقى الويت الوزن كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ كله هيغلط الاثنين على حسب التمييز. لو كان بالكيلو جرام يبقى كوانتيتيف، لو كان ان ترمز بالمصطلحات اوبيز سم ميديان يبقى كواليتيف. يلا يا جماعه بلاد بريشر على حسب، لو كان بالمليمتر زي يبقى كوانتيتيف، لو كان يا جماعه يبقى كواليتيف. يا جماعه الطول نفس الكلام، لو كان بالسنتيمتر يبقى كوانتيتيف، لو كان يا جماعه طول شورت ميديان يبقى كواليتيف. في حاجه صعبه هذا الكلام؟ يلا بقى معايا، كل متغير من الاثنين، بصوا على كل متغير من الاثنين بيتقاس بطريقه. الكلام ده عشان بنسجل جامعات ثانيه او جامعات كويسه. وبعدين هنقول ان في حاجه زياده جامعه ثانيه عشان اللي عايز يعرفها يعني ايه يبقى يدخل لي اونلاين وانا اجيبها له. بص يا جماعه ببساطه، المتغير الكوانتيتيف بالارقام تقاس بطريقتين، يا اما متغير ديسكريت كله بقى بص معايا، يا اما متغير بصوا كونتينيوس. ما انا بقى اترجم. طب يا دكتور كونتينيوس يعني ايه؟ متصل او مستمر. طب يا دكتور ديسكريت يعني ايه؟ متميز او منفصل. سوري اسمعني بقى يا دكتور، هشرح من اين جت الكلمه. طب هشرح من اين جت الكلمه ليه؟ عشان لو جت مساله صعبه ابقى الحاجات دي نجيبها. طب في الامتحان يا جماعه حل كل ده، في ناس يا جماعه وظيفتها تكتب كحه الدكتور مقال، يعني الدكتور كحه يكتب كحه وبعدين يكتب المعلومه. لا عارفين هنعمل ايه؟ ادي يا جماعه السكيما اللي في الامتحان هتعرف بيها، ودي اللي في الامتحان هتعرف بيها. طب اللي انا هزمه يا دكتور من اين جت الكلمه؟ عشان ابقى فاهم بس. بص بقى معايا، المتغير الديسكت يا جماعه عارفين ازاي على رسم البيان؟ ادي على ورقه الرسم البياني، اسره هنا اسره واحد، اسره اثنين، اسره ثلاثه، اسره اربعه، اسره خمسه، اسره مصريه. الاسره الاولى عندها طفلين، الاسره الثانيه ثلاثه، الاسره الثالثه واحد، الاسره اللي بعدها اربعه، الاسره اللي بعدها خمسه، الاسره اللي بعدها سته، الاسره اللي بعدها واحد ثاني، طفل واحد. بصوا معايا شوف الرسم البياني بتاعه عامل ازاي؟ اطوال الكائنات الحيه، في كائن حي واحد مايكرون، كائن حي اثنين مايكرون، كائن حي ثلاثة مايكرون، أربعة مايكرون، خمسة مايكرون، ستة مايكرون، سبعة مايكرون، ومتر ومترين واقف أهو. هنا النقط متصلة، هنا النقط منفصلة، عرفت اسمها جاية منين؟ واحد يقول يا دكتور ما أناش فاهم، أنا عشان أفهمها لك هكتب لك السكيما وبعدين أكمل شرح تاني. بصوا هنا يا جماعة لا يجوز، تمام من اللي أقوله، أن يصبح كسر 10، كسر 10 يا جماعة يعني بوينت فراكشن يعني، كسر يعني مش رقم صحيح. بأي تمييز؟ واحد يقول لي مالاش فاهم، بصوا ورا يا جماعه، عدد الكمبيوترات في قاعات السنتر، في قاعه فيها اثنين، في قاعه فيها ثلاثه، في قاعه فيها سبعه، في قاعه فيها سبعه ونص.
عدد يا جماعه اعمده الاناره، بلاش اعمده الاناره، ضربات القلب 1 بيضه ب 90 ضربه في الدقيقه، 1 بيضه ب 100 ضربه في الدقيقه، مفيش واحد قلبه ماشي على 1.5، فهمت الفكره ولا لا؟ يبقى يا جماعه لا يجوز ان يصبح كسر اي تمييز. طب يا دكتور هنا ينفع يبقى كسر اهو، يجوز العصب، يجوز ان يصبح كسر اي تمييز. واحد يا دكتور مش فاهم، بص يا جماعه بص يا جماعه، واحد طوله يا جماعه 1.71 ماشي، ينفع يبقى كسر 171 سنتي. واحد يا جماعه وزنه 7 كيلو ونص، اي حاجه تنفع هتبقى كسر يبقى كونتيني. بس في حاجه صعبه يا جماعه في هذا الكلام، انا كده خلصت اللي هتحل بيه في الامتحان، بس صفر جاب لك حاجه صعبه هقول لك صفه ثانيه زياده اللي هتحل بيه يا جماعه، ده ولا اللي هتحل بيه ده وده اللي في المربع الرسمي اللي فوق، انا اديكم بقى حته تفهم بيها كويس قوي. يا دكتور الديسكريت ده دايما كاونتد، يعد لا يقاس، عارفين ايه؟ طفلين 3 4 بصوا بقى ضربه 2 3 4 اما ده بيقاس يتوزن يعني بالمتر بالميزان، فهمت الفكره ولا لا؟ ده ميجر وده كاونت، دي حته طبعا شطره، ده كاونت وده ميجر، اقول لكم حته ثانيه طبعا شطره يا جماعه. يلا يا جماعه انا هقول لكم الاسر المصريه عندها كام طفل، ده ريسك اهو، قول الاسره عادي، قول الاحتمالات، يلا يا جماعه قول الاحتمالات. في اسره عندها طفلين في مصر؟ في اسره عندها 3 في مصر؟ اب وام يعني، في اسره عندها 4 احتمال، في اسره عندها 10 احتمال، في اسره خلفت 42 واحد اب وام عاشوا كام سنه دول، في اسره خلفت 32، يبقى في عدد معلوم من البيانات مش عدد لا نهائي. يعني الاحتمالات اللي في الدنيا قليله. يبقى هنا يا جماعه العدد اللي معاك فين؟ ده عدد معلوم مش عدد لا نهائي، دي طبعا شطره. اما لو قلت لك اطوال الكائنات الحيه في احتمالات لا نهائيه انفنت بس. ايه اللي هيحل بيه تاني يا جماعه؟ ثواني عشان نلم الموضوع بقى عشان الناس تبقى عارفه اهو. يا جماعه الديسكريت ثلاث صفات. الرسم البياني متصل. لا يجوز ان يصبح كسر حاجه، ده اللي هيحل بيه. رقم ثلاثه كاونت يعد. عايز تزود رقم اربعه في عدد فين معلوم من البيانات؟ هنا العكس. يلا انا هقول لكم شويه متغيرات وانت قول لي ديسكريت ولا كونتينيوس. الوزن بالكيلو جرام كونتينيوس، الطول بالسنتيمتر، ها او اي حاجه، ها كونتينيوس يا جماعه كل هي غلط اهو. طب عدد الاطفال نمبر اوف تشيلدرن ان ذا فاميلي، ها ديسكريت ماشي. عدد الاعمده بتاعت الاناره، ها الهارت بيتس ضربات القلب، ها المقلب الوحيد اللي بيجي في الامتحان هيجيب لك خمس متغيرات، اربعه سهلين كل واخد اربعه من اربعه، ورقم خمسه للطالب المتميز بلاد بريشر. انا عارف انكم في الكليه بس التفسير عندكم فيه مشكله. البلاد بريشر اللي بيدور في دماغ الطلبه، ايه اللي بيدور في دماغ الطلبه؟ يا جماعه احنا كنا عارفين 90 ملم زئبق. ده في دكاتره تقول لك عيب تقول 95، في دكاتره تقول لك عيب تقول 90 100. قول بالعشرات او العشرينات، في دكاتره تقول لك عيب تقول بايه؟ بالخمسه؟ كونتينيوس. طب ازاي كونتينيوس يا دكتور ما فيهوش كسر؟ ركزوا معايا بقى. ايه يا جماعه؟ لحظه 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 لحظه. انا هحكي لكم قصه اختراع جهاز الضغط ده، عمركم هتنسوها، عمركم هتنسوا المثل ده. طبعا يقول لك بقى ايه؟ اصل في جهاز ديجيتال وجهاز مش ديجيتال، لا لا، انا هحكي لك قصه ببساطه. قال اختراع واحد. العالم الاولاني اللي اخترع جهاز الضغط ده يا جماعه فكرته كانت ايه؟ قال الارتري ماشي اهو، بصوا عمل ايه؟ قال لك يا جماعه طب ما انا اجيب طوبه، حط طوبه هنا، بص يا دكتوره دكتوره، حط طوبه هنا، طوبه اهو ولسه الدم ماشي، يبقى ضغطه اعلى من الطوبه ولا ايه؟ لسه الدم ماشي. اعلى. حط طوبتين ولسه الدم ماشي، يبقى ضغطه اعلى من الطوبه ولا اقل؟ اعلى. حاطط 200 وربع. الضغط وقف، يبقى ضغطك كام؟ 200 وربع. ده حاطط 200 وربع، الضغط وقف، الدم هنا وقف، يبقى ضغطك كام؟ 200 وربع. يا جماعه لما اقول لك 90 ملم زي الضغط ده مش وزن العمود. ده دلاله على كميه الطوب اللي موجوده، اقول لك كميه الطوب في الجهاز الجديد ده ايه؟ الهواء. بص يا جماعه لو قلت لك ان فيه كتله هواء موجوده جوه الكف هنا. فلو قلت لك ان كل 60 مثلا، ما كل 60 ملم زئبق عباره عن اسطوانه هواء. يبقى لو واحد ضغطه 90 عنده كام اسطوانه؟ اسطوانه ونص. في كسر اهو. يا جماعه ده 90 ملم زئبق، الرقم ده دلاله على حاجه ثانيه، الرقم ده دلاله على حاجه ثانيه، الرقم ده مش رقم صحيح، ده دلاله على حاجه، اقول لكم حاجه، لو واحد وزنه يا جماعه 100، لو واحد ضغطه 120 يبقى كيسين هواء. لو واحد ضغطه 150 كيسين ونص. يا جماعه العمود الزئبق ده دلاله على كميه الهواء، يعني هو مش حاجه، ده هو هواء. فهمت الفكره ولا لا؟ في حاجه صعبه معايا بس الكلام ده، المقلب الوحيد اللي بيجيبوه كل سنه يقول لك البلاد بريشر يا ابني عامل ازاي؟ كده خلصنا يا جماعه من ده، خلصنا. بص يا جماعه بصوا، خلصنا من ديسكريت وكونتينيوس، خلصنا منه خلاص. ناخد المتغير الثاني، بصوا يا جماعه ناخد المتغير الثاني ننجز بقى معايا. انا مش عايز اتكلم بسرعه بس عشان تروحوا، عشان الناس اللي بتسجل بس تسمع بالراحه ماشي، ما تستعجلنيش ما تستعجلنيش عشان الناس تخلص، واللي الناس زميلكم لسه فيه يا جماعه عشان في كتير بيكلمني قال لي مش هعرف احضر النهارده. وعلى فكره مناسبة عاملها لكم كل اسبوع، والاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل مفاجأة أكبر، عارفين ايه؟ السكيم بتاع الانفكشن كله. ازاي تألف أي انفكشن من غير تقراها؟ من غير تقراها أصلاً، تألفه كله بالكامل. كل بص معايا مع بعض أهو، يلا بقى ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، المتغير الكواليتيف بقسمه حاجتين. يا إما كلمة نومينال، أنا مع اللي حضر الحاجات دي يلا قول يا جماعة عشان نراجع، يا إما كلمة نومينال يا إما كلمة أوردينال.
يا دكتور لو عرفتوا الكلمه جايه منين عمرك ما تنسوها. نومينال يعني اسمه. لحظه بصوا المثل ده محمد اسمك ايه؟ ها عبد الرحمن. بص بقى محمد عبد الرحمن. بص يا عبد الرحمن معلش نسيت عبد الرحمن. بص بقى محمد عبد الرحمن محمد الدكتور قال له يا محمد انزل اعمل بحث على دفعه سنه رابعه كام ميل وكام في ميل. فمحمد عمل ايه؟ لقى في سنه رابعه مثلا الميل 1000 وفي ميل مثلا 700 مثلا اهو 700. فعبد الرحمن قال له الدكتور طلب منه نفس البحث انزل اعمل على سنه رابعه كام ميل وكام في ميل. فقال لك انا مكسل انا لسه قاعد صراحه انا عارف محمد. طب ما نغشوا منه. هيغشوا منه ايه يا جماعه الحركه كلكم لو مكان عبد الرحمن وهتغشوا من محمد عشان الدكتور ما يكشفكوش هتعملوا ايه؟ كلكم حركه واحده بس هتعملوا ايه؟ هتقول عامل كده بالظبط اهو اهو بصوا 700 تمام و1000 ودول حاط هنا في ميل الاول والميل الثاني الدكتور ده حقه يديله صفر. تبقى حرام عليه ما يقدرش. هنا الترتيب مش فارق. تبتدي بالميل الاول تبتدي بالفي ميل الاول مش فارقه. في حاجه صعبه؟ اديكم مثلا زي يا جماعه الجنسيات اللي عايشه في العالم. طبعا احنا المصريين دايما عندنا ايه؟ عن جايك ولا كتير من المصريين؟ لا احنا ما فهمش الترتيب. واحد عايز يبتدي بالالمان ماشي مش هتعمل وظيفه خانه عظمى. واحد عايز يبتدي فهمت الفكره ولا لا؟ لا عايز يبتدي باي حته يبتدي. فهمت الفكره ولا لا؟ لون العين اللي عايز يبتدي يا جماعه باي لون يبتدي هو حر لا يهم الترتيب. يبقى التسكين هنا يا جماعه اسمي ولا يهم الترتيب. متغير اسمي ولا يهم الترتيب. طب ليه يا دكتور اسمي يا سوبرتيتيف؟ طب ليه يا دكتور اسمي يا سوبرتيتيف يا جماعه؟ اللي جايه بقى قلت لعبد الرحمن يا عبد الرحمن بص المثل ده انزل اعمل لي دراسه على السكيورتي بتاع الدايابيتس في مستشفى القصر العيني. قال لي بقى بص الارقام طلع كده يا جماعه ارقامهم. لقى 170 عيان في الفئه دي و120 عيان في الفئه دي و50 في الفئه دي و190 في الفئه دي. قال لي بقى بصوا مايلد ماشي دول كانوا فيري سيفير ماشي او سيفير دول كانوا اس بي ماشي ودول كانوا مودريت ماشي ودول كانوا فيري سيفير. ينفع شيك لا مش شيك. كان لازم يقول يا جماعه مايلد مودريت سيفير فيري سيفير يا اما يبتدي من فوق لتحت من تحت لفوق. هنا يهم الترتيب. يبقى كلمه اوردينال جايه من كلمه اوردر اسمي ويهم الترتيب. خلص الموضوع. اسمي ويهم الترتيب. في الامتحان هيجي السؤال ازاي؟ نرمي الموضوع يا دكتوره نرمي الموضوع يا جماعه انتوا اللي هتسمعوا مش انا. يلا هتكلم بسرعه عشان انتوا اللي هتسمعوا مش انا اللي هسمع. يبقى المفروض تتحط للراحه اهو يا دكتوره الفاريبل. يلا يا جماعه يلا دكاتره الفاريبل المتغير يا دكتوره معايا بسرعه. الفاريبل المتغير يا كوانتيتيف يا كواليتيف. اسكتمها ببساطه يا دكتوره. الكوانتيتيف رقم والرقم يصلح يا كسر. الكواليتيتيف يا جماعه اسم يترتب ولا ما يترتبش بس. دي يا جماعه الناس على فكره مناسبه في ناس تقعد فيها حصه وفي ناس تاخد فيها 5 دقايق زي ما انتوا خدتوا كده او 10 دقايق. في حاجه صعبه يا جماعه المفروض احل معاكم الاسئله هقول لكم الاسئله عشان الناس تعرف تجيبها اهو. السوشيال ليفل المستوى الاجتماعي هاي مودريت لو. كواليتيتيف اوردينال يا جماعه. طيب يلا معايا بقى عشان نجيب اللي بعدها. الهارت بيت ديسكريت صح كده الكلام نمبر اوف تشيلدرن ديسكريت ماشي. بعد كده يا جماعه نقول مثلا الويت ان كيلو جرام هي البلاد بريشر صعبه عليكم بس هي البلاد بريشر صعبه عليكم بس. وفي حته ثانيه صعبه اقولها برضه بالمره ولا اسيبكم تجربوا فيها الاول اولى بالمره اولى بالمره الهيموجلوبين. طب ليه كونتينوس؟ ده 11 واحد طبعا على الناس عارف ان في 11 ونص. طب حتى لو مش 11 ونص يا جماعه ده دلاله على كميه. كنت يا جماعه خدتوا زمان في سنه اولى كليه ان لو واحد من المجرمين بتاعه 11 مش مكتوب رقم 11 ده كميه اللون الاحمر قد كده. لو واحد عنده كميه ونص هيبقى 16. عشان كده لما كان بيبقى افتح اقول عنده انيميا يعني ال 10 ده افتح مش ان الكميه تقل. يعني برضه الرقم هنا دلاله على حاجه ثانيه. طبعا في كسر كمان في حاجه صعبه يا جماعه بس الكلام دي اصعب حاجه في الموضوع. اللي فاتك اللعب العيال ندخل في الجد بقى. اللي فاتك اللعب العيال ندخل في الجد بقى. اللي جد يا جماعه الجزء الثاني على فكره يا جماعه ده بيجي في الامتحان 5 درجات لوحده 5 درجات يعني موضوع كان جدا ب5 درجات هيجيب لك 5 متغيرات على فكره يا جماعه هتحطوه في المذاكره 12 ال 12 هم اللي جم في تاريخ الكليه كلها. ال 12 متغير هيجيبهم 5 خلاص ان شاء الله. كل سامي بقى في اللي جاي عشان ندخل على موضوع اتقل وتقيل جدا وعايز فلسفه. يا جماعه كم واحد فيكم بيحب الفلسفه؟ فلسفه على التفكير، حد عارف الفرق بين الفلسفه والحياه العاديه ولا لا؟ الفلسفه ملخصها دكتور احمد خالد توفيق بجمله بسيطه خالص. الانسان العادي يبص للتفاحه من اين تؤكل. الفلسفه يبص للتفاحه ايه فائدتها في الحياه؟ ايه رموزها في الحياه؟ دي ترمز لحاجات كتيره جدا غير الاكل. فاهم الفكره ولا لا؟ بص بتروح بشكل مختلف بس بص معايا بقى النهارده عايزين تامل. يبقى بص هو اللي بقولها دايما لزمايلكم الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان يا جماعه الفرق بين الانسان والحيوان ايه؟ يقول لك الانسان كان عاقل. لا هو الحيوان كان عاقل. قال لكم مثال هو الحيوان المعني القطه مش عارف قطه مش عارفه انها بتهرب من الكلب لكن بتجري ورا الفار يبقى هنا عقلها مبرمج.
بس على حاجه بسيطه. الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان كائن متامل. يعني ايه متامل؟ يعني تقف في الشارع كده كل يوم عندك نص ساعه تامل. تقعد تتامل كده تتامل مش التامل بتاعك لا بس في نص ساعه اعمل ورزه ما اعرفش لا انت عندك نص ساعه تامل بقى نص ساعه يلا بص على اللي جايه يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جاي بقى موضوع رخم جدا فركزوا فيه هسكمه لكم بشكل بسيط بس هطلع السلم درجه درجه وبعد ما اطلع السلم درجه درجه اكتب السكيما الاولانيه خلاص كل سم يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بتاعنا بقى اسمه برزنتيشن اوف داتا عرض البيانات. كم واحد فيكم حضر رساله ماجستير قبل كده او دكتوراه مناقشه؟ طيب عمر حد حضر رساله ماجستير وشاف اللي بتناقش ما بتهزقش؟ بيتهزق على حاجه واحده بس مش على الماده العلميه. لو كان كارديو ما بتهزقش على القلب بتهزق على الاحصاء. طب الدكتور اللي بيهزقه معاه حق. معاه حق ليه يا جماعه؟ عشان مش عارف يعرض البحث بتاعه. على فكره يا جماعه الحصه دي هتفيدك مش بس في الكوميونتي ده هتفيدك كمان لو بتعمل بحث رابط بحث ايه في اي ماده. بص يا دكتوره بص يا دكتوره انا هضرب لكم مثلا اهو يا جماعه انت رحت عملت بحث عن مليون مواطن. بص المثل ده عملت بحث عن مليون مواطن راجع كام ورقه؟ بكام بيان؟ يلا قول يا جماعه بكام داتا؟ بمليون. ادي ورقه ادي اثنين ادي ثلاثه. عارفين يا جماعه تعرضوا البحث بتاعكم ازاي؟ تروح رايح لرئيس القسم حاكي له على المليون عيان راح وقتهم. يبقى اول وظيفه فايدة عرض البيانات. الجملة دي مهمة جدا سمري اختصارها. يعني لو ما اختصرتهاش ما عملتش حاجة ده كواتو. لو ما اختصرتهاش ما عملتش حاجة يبقى لازم يكون سمري ده ملخص ليها. لو البيانات دي اللي هيبان عليها حس النهاردة لو البيانات ما هي سمري ما عملتش حاجة. طب يا دكتور احنا بنلخص البيانات ازاي؟ بطريقتين. بصوا المثل ده أول جملة يا جماعة غريبة شوية حاجة اسمها ميجرز اوف سنتر تندنسي. ركزوا عشان الكلام هيبقى رخم جدا في المضمون بالله. هديكم مثال الترجمة بتاعتها بصوا الترجمة بتاعتها قياسات النزعة المركزية. فهمت حاجة؟ قياسات النزعة المركزية في كده في الامتحان عليه قياسات النزعة المركزية. أنا خليكم تحسوه. أنا هوديكم مثال على بحث المفروض ما تعرفوش. البحث بتاعي قال لي انزل يا دكتور اعمل دراسة عن معدل الإقامة في مستشفى المنيرة. قلت له عايز عينة من كام يا دكتور؟ قال لي عايز عينة من 10,000 عينة داخل المستشفى. فأنا مش هضرب على السبورة 10,000 عيان يا دكتورة. أمال هضرب يا جماعة؟ هضرب 5 6 عشان تتخيلون بس انتوا 10,000. يعني تتخيلون كانوا 10,000 يا جماعه. اول عيان اللي اسمه احمد قعد في المستشفى يومين. اللي بعده علي قعد 4. اللي بعده حسين قعد 6 ايام. اللي بعده قعد 8. اللي بعده قعد 10. يا جماعه انا هغلط اول غلطه. انا عملت البحث اهو. اروح رايح لرئيس القسم اقول له يا رئيس القسم البحث بتاعي اول عيان يومين، تاني عيان 4، اللي بعده 6، اللي بعده 8، اللي بعده 10. طب ما انت رايح وقت فين السمري؟ انتوا حافظين زمان يا جماعه ان احسن وسيله للسنه اختفى في اعدادي ها المتوسط بجمعهم واقسمهم على عددهم فيطلع المجموع 30 وعددهم 5 فيطلع المتوسط قبل ما اتكلم عليه بالانجليزي يساوي 6. لحظه يا جماعه انتوا عارفين يا جماعه قياس النزعه المركزيه يعني بالعاميه كده بالفلاح بشكل بسيط مركز البيانات. طب يا دكتور ليه سماه يا دكتوره دكتوره ليه سماه مركز البيانات غير اسمها لقياسات النزعه المركزيه؟ بصوا اللي ورايا اصل هو الرقم الذي تدور حوله البيانات. اصل هو الرقم الذي تتجه نحوه البيانات. وكلمه تتجه في اللغه العربيه اسمها نزعه. هو الرقم الذي تنزع نحوه البيانات، يعني ببساطه مركز البيانات. يعني ببساطه يا جماعه قياسات النزعه المركزيه يا جماعه مركز البيانات. بص يا دكتور عشان كده في الهواء اهو. طب مركز البيانات يا دكتور بجيبه بكام طريقه؟ ركزوا معايا في الرابعه بجيبه بثلاث طرق، وعدوه في الكتاب 4 بس ما اقدرش اشرح الرابعه الا في نص ثاني اسف. مركز البيانات ركز معايا مركز البيانات بجيبه بكام طريقه؟ بجيبه بثلاث طرق، في واحده رابعه مش هقولها لما اخلص حاجه في الحصه الجزء الثاني فيه. طيب يا دكتور الطريقه الاولى اسمها ميم، ما حدش يكتب ورايا لما يفهم. تاني حاجه اسمها ميديان اللي الناس في الكليه قعدت ربع ساعه عشان تفهمه. وفي ناس ما فهمتوش، يعني في ناس قالوا ما فهموش اصلا. وبعد كده يا جماعه مود، تعالى نحس، قلنا يا جماعه بدل ما غشت في الامتحان تسوق. يلا اسمك ايه؟ محمد. محمد هتسوق، يلا محمد. مين؟ تسوقها كده. يا مين يا جماعه مين؟ انا ما اعرفش والله مين؟ يعني المتوسط. وطالما المتوسط يبقى مجموع البيانات على عددها. سم اوف داتا او سم اوف فاليوز مجموع البيانات على النمبر بتاعها. لحظه اللي كان في مدارس عربي الراجل ده كان اسمه احمد او سين واحد سين اثنين سين ثلاثه سين اربعه واللي كان في مدارس انجليزي اكس 1 اكس 2 اكس اهو. يبقى يا جماعه الرمز بتاعه القانوني يساوي بصوا يا سيجما مجموع البيانات اكس على عددها ايه؟ ورمزه الرياضي اكس بار اكس شرطه. يبقى اكس بار او قانون بسيط خالص اهو اكس بار مجموع البيانات على عددها. يا جماعه اجمعوا لي 2 4 6 8 10 هنا 2 4 2 4 8 10 30 على 6 على 5 يساوي يا دكتور 6. يبقى 30 على 5 يساوي 6 ادي المتوسط.
يبقى اكس بار في المساله دي سواء يبقى 6. يا جماعه اسالكم سؤال، ليه اخترعوا ثلاث حاجات يجيبوا مركز البيانات؟ يا بس فكر معايا، ليه اخترعوا ثلاث حاجات يجيبوا مركز البيانات زي اللي فيها عين؟ فعشان كده عملوا ده. لحظه، لو كان ده في ميزه بس كانوا لغوا ده، لكن عشان في ده في عين كمان فسابوا ده. فهمت الفكره ولا لا؟ كل واحد ليه ميزه وعين. يلا يا جماعه اقول لكم العين بتاع مين ايه؟ انا هقول لكم المثل ده ورايا اهو. متوسط، معلش هو المثل رخم شويه بس واضح شويه، يعني هو اوضح بس رخم، انا ما بحبوش بس معلش. متوسط شرب المصريين للسجاير في البحث بتاعي 70 سيجاره في اليوم. يبقى المصريين بيشربوا سجاير كتير ولا شويه؟ 70 سيجاره في اليوم. طب بصوا المصريين بيشربوا ازاي في البحث بتاعي بقى؟ بصوا واحد بيشرب سيجاره واللي بعده سيجاره واللي بعده سيجاره واللي بعده سيجاره واللي بعده سيجاره، وعشان واحد سبرسجي 3000 سيجاره كده متوسط 70. عشان واحد حشاش طلع نص 70، يعني يا جماعه عشان واحد كبير جدا. يا جماعه المين امتى يا دكتوره؟ المين امتى ما يعبرش عن البيانات لو في قيمه كبيره او قيمه صغيره اكستريم فاليوز ده؟ اللي عايز يكتبها يا جماعه، عين المين انه سنسيتيف حساس للاكستريم فاليوز. في رقم كبير يكبر، في رقم صغير يصغر. طب يا دكتور اديكم مثلا يا جماعه، اديكم مثلا هم بنسوه كل الدفعه، معلش لا قدر الله، كل الدفعه جايبه 50%، واحد موس جايب 100%. فعشان واحد يا جماعه بيذاكر ليل ونهار خلى الدفعه كلها جايبه جيد جدا في المتوسط، مع انه كله غلابه زي بعض. شفت الفكره ولا لا؟ عشان واحد بس بيذاكر كويس. ها مين عايز يسال؟ مين عايز يسال؟ ها يا دكتور، نحمد اطلوبه ده كاتب الادفانش تقريبا، مش ده الحفظ؟ لا خالص، هيجيب يا جماعه عشان تبقوا عارفين مسائل فقط. يا جماعه لحظه، انتوا اطيب جامعه بتعاملكم نفس الكلام ده، ما بيسجلوش كده. اطيب جامعه في الدنيا، في ناس هتحصر. اكبر جامعه طيبه في الدنيا في الاحصاء جامعه القاهره. بقيه الجامعات هديكم بس نموذج لمساله بس اللي تيجي في طنطا بس. هيجيبوا سكه قلبيه لو جابوها. يعني لو جابوها سكه قلبيه، على جماعه عمرهم ما جابوا لها مساله ارقام، كلها فين؟ فلسفه. ايه المعاني اللي ورا الكلمات؟ انت ولا تحفظي لا ده ولا ده؟ مسائل فقط. يا جماعه مسائل فقط، يا جماعه كل نص هصبر يا جماعه، كل نص يا جماعه، كل ثانيه بسم الله الرحمن الرحيم. مين عيبه يا جماعه؟ مين عيبه ايه؟ سنسيتيف اكستريم فاليو. فلو كيف طب عارفين يا جماعه بالانجلش عليه المين از ميس ليدنج، مضلل. ميس ليدنج يعني مضلل، يضحك عليا، يضحك عليا ويقول لي ان المتوسط 70 وكلهم بيشربوا عين سجاره 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 سجاره، واحد سبرسج واحد حشاش ظلم الكل. في حاجه اسمها كلام؟ لحظه، اللي ما فهمش الميديان فيكم مين بقى؟ اللي هي كل يبص لي بقى هنا، كل سامي ها بسم الله الرحمن الرحيم. ميديان معناها بالعربي يا تذوق، ها تذوق عبد الرحمن، ها ميديان ايه يا جماعه؟ الوسيط. حد قال لك كلمه الوسيط في اللغه عليه؟ دي بقى اوعى حد يكتب الا لما العمر تخلص. ما حدش يكتب لما تخلص. الوسيط يا جماعه في اللغه لها معنى وسيط. بصوا مثلا ده اسمك يا دكتوره ايه؟ بصوا بقى اسمك محمد. مين الوسيط اللي بيني وبين ايه؟ اللي مكانه في النص. اللي مكانه اللي مكانه اللي مكانه. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، يا رب يتشال اللي يكتب. يا جماعه اهو لا هو ينساها. ما شافش السجاير، ما شافش السجاير. يا جماعه بقالي 30 سنه بقول كده، ما حدش يستجاير يعني ما استجابتش ده الاول. يا جماعه بس انا رايح. يا جماعه اللي عايز يكتب براحته. واحد قاعد في المستشفى يومين، واحد قاعد اربعه، واحد قاعد سته، واحد قاعد ثمانيه، واحد قاعد 10، في دي اللي مكانه في النص. سته. يبقى ال 100 يساوي سته، كله هيغلط اهو. ما حدش يكتب لما يخلص اهو، كل 100 يساوي سته. مساله ثانيه، واحد قاعد في المستشفى 10، واحد قاعد في المستشفى سته، واحد قاعد في المستشفى 2، واحد قاعد في المستشفى 4، واحد قاعد في المستشفى 8، في مكانه في النص. لحظه، مع مين هيدور اثنين؟ لو قلت اثنين يبقى العالم ده غبي. عارفين العالم ده غبي ليه؟ هل ينفع يخترع اجابتين لنفس الارقام؟ ما ينفعش، مش قانون. يا جماعه القانون معناها ان نفس الارقام ترى نفس النتيجه، هي نفس الارقام اللي فوق، يبقى كان لازم نرتب بقى. يبقى يا جماعه لازم ترتبوا 2 4 6 8 10 يطلع برضه 6. لان لو ما رتبش عارفين معناها ايه؟ معناها ان نفس الارقام هتطلع نتيجتين مختلفتين، ما ينفعش، مش قانون. القانون تعريفه يا جماعه ان لازم نفس الارقام تطلع نفس الاجابه. لحظه، ايه لو يا جماعه التشبيه اللي انا قلته اوعى تكتب يا دكتور اهو لمصلحتك اهو، ايه لو يا جماعه التشبيه اللي على السبوره ده انا مش هكتب ارقامك، انا هعمل ايه؟ هروح جاي حاطط مكان الرقم ده نقطه شايله اهو، ومكان عشان الناس تقلب بصراحه اشيل الرقم ده احط نقطه، والرقم ده احط نقطه، والرقم ده احط نقطه، والرقم ده احط نقطه، والرقم ده احط نقطه. فين الميديان؟ ايه يا انا عايز اوصل يا جماعه؟ الميديان الرسمه دي هتجيبه لك مدى الحياه. ابصوا نص البيانات اكبر منه ونص البيانات اصغر منه وهو اللي في النص. لحظة لسه في مقلب، لسه في مقلب، هتغلط فيه بقى المرة دي برضه. تاني اهو، بصوا يا جماعة العيان ده الرقم ده ليه اسمين، ليه اسمين، ليه صفتين، معلش أنا صوتي يعني أرهق عشان بس طول اليوم، فمعلش يعني. بصوا يا جماعة العيان ده يا جماعة ليه صفتين، بصوا أوردر كام، ترتيبه كام، وفاليو قيمته كام. بصوا يا جماعة
ده ترتيبه الاول وقيمته 2، ده ترتيبه الثاني وقيمته 4، ده ترتيبه الثالث وقيمته 6، ده ترتيبه الرابع وقيمته 8، ده ترتيبه الخامس وقيمته 10. السؤال كله بقى الميديان هو الاوردر ولا الفاليو؟ اوردر. عايز تقول ايه؟ هذا غلطي برضه. عايز تقول ايه؟ ها مين الاوردر؟ مين الاوردر؟ غلط. انت عارفين الاوردر معناه يا جماعه؟ عارفين الاوردر معناه ايه؟ 3 7 10 15 20 يطلع يا جماعه برضه 3. ده معناه لو الارقام اختلفت تطلع نفس النتيجه. ما ينفعش. يبقى هو الفاليو اكتب السته مش الثلاثه مش الثالث. المين يا جماعه هو الفاليو وليس الاوردر. والا لو الارقام اختلفت وجبت لك اي خمس ارقام هيطلع الثالث. لو كان الاوردر لو جبت لكم اي خمس ارقام هيطلع الثالث. لو كان الاوردر ما ينفعش. هو الفاليو لحظه في التابل اسمه يقول لك بقى بصوا بقى على الدكتوره. يا دكتوره والله هعمل لك احلى من اللي بتكتبيه. بصوا معايا هملكي كمان شويه احلى من اللي بتكتبوه. يا جماعه بصوا معايا الصبوره. ايه يا جماعه؟ انا هعمل لكم الرسمه دي هي اللي هتجيب لك الميديان دايما. في التابل اسمه يقول لك بقى عايز تعرف مكان الميديان دي لخبطتكم. عايز تعرف مكان الميديان؟ ان زائد 1 على 2 ولو كان عدد زوجي قانونين وتحتاسوا في الامتحان ما تفتكروش. اسمعوا بقى الحضاره بتاعتي بالعكريات. حقق الرسمه لو هم خمس بيانات شيل واحد يبقى كام؟ ها؟ 4، 2 اصغر و2 اكبر هو الثالث. حقق الرسمه. لو هم سبع بيانات 3 اصغر و3 اكبر هو الرابع. يا جماعه اوريكم حتى لو عارف رقم لو هو 1001 رقم 500 اصغر و500 اكبر و501 اللي هو 4. لسه اصبر لسه كده هتفاجئ لسه بقى هو. تاني بقى لو هم 16 بيان يا جماعه 5 اصغر و5 اكبر هو ها السادس. في حاجه صعبه بقى بس الكلام؟ لحظه سؤال زميلكم بقى يا جماعه على السبوره. بصوا الرسمه بقى حقق الرسمه اهو نص البيانات اصغر اهو. بصوا لو هم ست بيانات زود 2 4 6 8 10 12 حقق الرسمه. لا حققوا الرسمه نص البيانات اصغر ونص البيانات اكبر ودول هات متوسطهم. لا هات متوسطهم لازم يبقى ايه؟ 6 8 كام؟ ها؟ 6 8 كام؟ ها؟ 14 على 2 كام؟ طب والله الراجل اقتراح حرام الدماغ. ما هو 7 ونص من 6 و 8. لحظة لحظة حققوا الرسمة. بص يا جماعة أسكت الموضوع. لو عدد البيانات فردي وسيط واحد. لو عدد البيانات زوجي قيمتين هات متوسطهم. لحظة لحظة يا دكتور لحظة. بص يا جماعة أجيب لك تسليمة بسيطة. يا جماعة لو هم ست بيانات يبقى زوجي ولا فردي؟ هي تعقيم ولا قيمتين؟ شيل 2 من 6 بقى كام؟ 4 2 أصغر و2 أكبر و3 والرابع. لو هم 8 بيانات شيل 2 من 8 يلا معاها 6 3 أصغر 3 أكبر والرابع والخامس. لو هم 10 بيانات يا جماعه 4 اصغر و4 اكبر والخامس والسادس. لو هم 12 بيانات يا دكتور اسرع اهو 5 اصغر و5 اكبر والسادس والسابع بس. ولا بقى ان زائد 1 ولا ان على 2 وبعدين ان على 2 زائد 1 وبعدين تبتدي تدخل في بعض. لان هو في امتحان يا جماعه دلوقتي هشوف المساله ما يعملش عليها ازاي؟ في حاجه صعبه ايه؟ ما ايه؟ على فكره بالمناسبه يا جماعه الطريقه بتاعتي فيها مستين. رقم واحد مش لازم تكتب قانون بس افرض حد عيال حد قال لك قانون هو اللي هيحفظ القانون. اديك مثال لو هم خمس بيانات شوف طريقتي 2 اصغر و2 اكبر وكام؟ الثالث. يبقى القانون ان زائد 1 على 2 5 زائد 1 6 على 2 جبتها ثانيه. يعني حتى لو هيحفظ القانون طريقتي عمرك ما هتحفظه لوحدك. طب لو هم عدد البيانات زوجي ست بيانات مش هو الثالث والرابع؟ تمام. بص الطريقه بتاعتي ان على 2 والثاني ان على 2 زائد 1 يطلع 3 والرابع. 6 على 2 3 و6 على 2 زائد 1 الرابع. يعني لو هفكرك قانون طريقتي برضه في الامتحان يا جماعه ما فيش كلام ده خالص. في الامتحان هتروح جاي تاخد قانون النيم بس والباقي الميديان تروح انت مرتبهم بس مطلوب منك الترتيب. طب يا جماعه فين الترتيب هنا؟ انا قلت الرسمه دي كل حاجه فين الترتيب في الرسمه دي؟ ما نص البيانات اصغر ونص اكبر عن الترتيب. تلقائي هتلاقي نفسك بترتب غصب عنك نص الناحيه دي اصغر ونص الناحيه اكبر. لحظه بقى الم الحصه يا دكتور الم الحصه. اللي عايز يا جماعه يكتب ورايا اللي اقوله ده بس. اللي كتب هو اللي ظلم نفسه قطع الورقه مفيش قيمه. الميديا نعمل الرسمه ودي تحتها سطرين. الميديا نعمل الرسمه ودي تحتها سطرين. بص السطر الاولاني لو عدد البيانات فردي هو وسيط واحد بس. الجمله الثانيه لو عدد البيانات فردي هو وسيط واحد. لو عدد البيانات زوجي قيمتين هات متوسطه. اعمل الرسمة. هي ده موضوع مين يقول اعمل الرسمة. لو عدد البيانات فردي وسيط واحد. لو عدد البيانات زوجي قيمتين هات متوسطهم. يا جماعة عبقري اللي هيقول ورايا بقى هيبتدي يدخل في كلام تقيل بقى. يا جماعة يلا. بص يا جماعة لو في قيمة كبيرة في البيانات لها اسم انا كاتب لكم الكلام ده كله في الورق.
لو في قيمه كبيره في البيانات اسمه بوزيتيف اس كيو. طب ليه يا دكتور قال انحراف ناحيه القيمه الكبرى؟ بص على الرسم ده، بص مثلا ده، بص الرسم ده عامل ازاي؟ بص الدكتور واحد بيشرب سيجاره، واحد بيشرب سيجاره، واحد بيشرب سيجاره، واحد بيشرب سيجارتين، واحد بيشرب سيجاره، واحد بيشرب ثلاث سجاير، واحد بيشرب 1000، انحرف لفوق. يبقى القيمه الكبيره في البيانات اسمها بوزيتيف اس كيو. العكس بقى لو قيمه صغيره في البيانات نيجاتيف اس كيو، ليه سماها كده يا دكتور؟ بص بقى واحد بيشرب 1000 سيجاره، 2000 سيجاره، 3000 سيجاره، 4000 سيجاره، سيجاره. عرفت تسمي يا جماعه قيمه كبيره بوزيتيف اس كيو ليه وقيمه صغيره نيجاتيف اس كيو ليه؟ بصوا على الرسمه دي، ادي الرسمه بتاعتها اهو، بصوا بقى معايا على الصفوره بقى. عبقري اللي جبت يا جماعه، 2 يا جماعه 4 6 8 10. دي مساله صعبه جدا يعني مش هيوصل معاك المستوى ده، بس احتياط شوف كويس ولا لا. فين يا جماعه الاكس بار اللي هو المتوسط المين؟ يساوي كام؟ ها؟ 6. المين يساوي كام؟ 6. فانا استنتجت استنتاج بيقول المين يساوي الميديان لو البيانات سيمتريكال. الفرق بينهم ثابت. المين يساوي الميديان لو البيانات سيمتريكال؟ اسمع بقى، تعبت عليها مساله. بس قبل ما اقول لكم المساله، بص على السبوره. الرقم ده لو غيرته من 10 وخليته 100. المين يا جماعه هيحصل له ايه؟ هيكبر ولا يصغر؟ يكبر. الميديان ماله؟ زي ما هو. المين اكبر من الميديان لو بوست بسكيو، قيمه كبيره في البيانات. طب هنا يا جماعه لو ديت فضلت زي ما هي 10 ودي بقت 78، المين هيحصل له ايه؟ هيصغر. المين اصغر من الميديان لو نيجاتيف اس كيو؟ بس ده ليه ادي عليها مساله. المين يساوي الميديان لو سبت كده؟ لو في قيمه كبيره مين هيكبر؟ لو في قيمه صغيره مين هيصغر؟ في حاجه صعبه كده نفس الكلام؟ ده كله فيها معايا. انا هقول لكم مساله من اللي جت في طنطا. بصوا مثلا بقى، بصوا هتتكلم ازاي؟ صعبه جدا في تتابتها، فخد بالك هتكتبها ازاي؟ حتى في التصوير هتبقى صعبه التصوير. بصوا قال لك هذه الميم، ما قالكش الميديان، قال لك انا عايز الميم، هو انا حر بقى انا عايز الميم. لهذه الارقام، بصوا بقى خمس ارقام عامل ازاي؟ واحد بوينت، بصوا بقى وتعمد يعمل لك الكسر ده يا جماعه عشان يذل عينيك. خلصنا السبوره كلها وحدات. وقع الحيطه وسحبها في العين. بصوا بقى ثم اثنين واثنين ثم ثلاثه ثلاثه ثم اربعه واربعه ثم خمسه وخمسه ثلاثه ميم. فالطالب العادي يعمل ايه بقى؟ ما عندوش ذكاء يعمل ايه؟ طلع الحاسبه واحد من غير بقى وادي يا ليل زائد اتنين. عارفين اقول ايه يا جماعه؟ بما ان البيانات سيمتريكال هو المين؟ هو المين؟ دي مسألة صعبة جدا. بما ان البيانات سيمتريكال طب اقول اكبر منها، بس الارقام مش مظبوطة قوي، هقول لكم ارقام كده بالايحاء. بصوا بقى المثل ده، قال لك يا جماعه دي الارقام يا جماعه، بصوا المثل ده 160 165 بصوا 170 180 بصوا المثل ده 190. قال لك انا عايز الميديان والمين بالترتيب بقى. واداك الخيارات تحت يا جماعه، بصوا الخيارات اهو يا جماعه 170 170 170 169. بصوا الجاي بقى، بصوا الجاي بعدها يا جماعه 130 مثلا 120 وبعدها ايه ارقام ثانيه؟ ايه الخيارات؟ الطالب عشان يحلها صح يا دكتور عايز الميديان الاول. ها فين الميديان اهو؟ الحل ما يرضي الله تعمل طبعا اللي جاي برضه يرضي الله. الحل العكس بلاش صلاه عظيمه لان الحلين يرضي ربنا. الحل العكس يعمل ايه بقى؟ يروح جاي يا جماعه جامعهم واسمع عددهم تاخد وقت. شوف بقى الحل بتاعي عامل ازاي؟ في كم واحد بادئ ب 170 غير دول؟ وبما ان البيانات مش سيمتريكال فمستحيل يبقى ده. يبقى 170 160. ما هو البيانات مش سيمتريكال، لو كانت سيمتريكال ده 170 170 طبعا الاثنين يرضوا ربنا، هنحط في التشبيه الاثنين يرضوا ربنا تمام. بس عايز اقول ايه؟ يعني في حل سريع، يعني في حل فيه اعلى شويه. انا هحط في التشبيه يعني فاعذروني يعني وسخروني. ها؟ استغفر الله العظيم. يلا يا جماعه ناخد بقى اللي جايه، ناخد اللي جايه يا جماعه. المود ده بنات بنات المود، البنات هتحس المره دي بقى، حس مود يعني ايه؟ مود يا جماعه مود 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 معناها ده مش كيف كيف هو مود كيف هو ام مود ام ده هو فهمت الفكره؟ اما دي ام ودي ايه؟ يعني ده كده مود يا جماعه معناها المنوال. حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ لا كلكم سمعتوا باباك بيقولها لك كل يوم. هو انت كل يوم على نفس المنوال مش هتذاكر؟ هو انت كل يوم على نفس المنوال راجع متاخر؟ هو انت كل يوم على نفس المنوال على فيسبوك؟ عارفين يا جماعه؟ اكثر البيانات تكرار. لحظه فين الكلمه اللي فيها العلم؟ اكثر ولا تكرار؟ كل طلبه مصر بيغلط فيها. بس مثلا ده واحد قاعد في المستشفى يومين واحد قاعد اربعه، واحد قاعد يومين واحد قاعد سته، واحد قاعد يومين واحد قاعد ثمانيه، واحد قاعد ثلاثه واحد قاعد 10، واحد قاعد ثلاثه واحد قاعد 12. فين الموت؟ طب ليه مش ثلاثه؟ ما ثلاثه اتكررت. يبقى الكيبورد اكثر مش تكرار. الكلمه اللي فيها العلم يا جماعه اللي اتكرر اكتر، اللي اتكرر اكتر مش اللي اتكرر خلاص. في فكره ولا لا؟ طب لحظه واحد قاعد ثلاثه واحد قاعد 14، فين الموت؟ في اتنين موت، يبقى ممكن يبقى فيها اكتر من موت. بس مثلا اللي جايه 2 4 6 8 10 فين الموت؟ في
مفيش. عارف ايه بقى اللي بيلخص المود ايه؟ تلات جمل. اكثر البنات اللي كانوا شد خط تحت اكثر. الجمله اللي بعدها ممكن يبقى فيه اكتر من مود، واللي بعدها ممكن ما يبقاش فيه مود. بس تلات جمل يا جماعه، اكثر البنات تكرار. تاني الجمله اللي بعدها ممكن يبقى فيها اكتر من مود، والجمله اللي بعدها ممكن ما يبقاش فيه ولا مود. في عزامه معاه كده. خلصت قياسات الناس على المركزيه لحصه ثانيه. الحصه الثالثه خلص. ايه؟ بس على فكره بقى، وده يبقى كل الاحسن. واعمل لكم حته زياده عمرها ما جت في الكليه، بس حته مزاج كده فيها تامل، مزاج كده متامل، عشان تبقى اللي انت بقالك 30 في عمرك ما تاملتش هعوضهم لك النهارده بربع ساعه ان شاء الله. هعمل لك تامل كده عبقري، اللي هو الرسم البياني الصعب اللي الناس ايه تنور السبيكه كده. دكتور، هو سيمتريكا اللي هي كانت الفرق ما بين البنات منتظم اثنينات. لا بس مش 130، حاطط 190، تضخم بعيد. يعني ما مشتاش متريكا. ايه؟ المود يا جماعه اكثر البنات، يا جماعه يا بنات المود اكثر البنات تكرار. الكاركتر واحد كرر ثلاثه، واحد كرر اثنين، خد الكاركتر. ممكن يبقى فيه اكثر من مود لو كرر قد بعض. ممكن ما يبقاش فيه ولا مود. ها يا جماعه انتوا عاملين حته ذكيه، انتوا ذكيه جدا. امتى الميديا يكون هو المود؟ دي اللي هيتبان عليها الجزء الاخير من الحصه. امتى الميديا يبقى هو المود؟ بص مثلا ده، بص مثلا ده. واحد قاعد في المستشفى يومين، والعيان الثاني يومين، والعيان الثالث يومين، والعيان الرابع يومين، والعيان الخامس يومين. لا لو نفس الرقم اتكرر دائما هو ده الميديان، هو ده المود. المود البنات وهو المين؟ ده لسه هنتكلم عليه. دي الجزء الاخير من الحصه معتمد على الفلسفه دي اصلا. جبتوها ولا لا؟ مين هو الميديان؟ مين فيهم اكبر من الثاني وامتى؟ حلو، تعمليها ببساطه. لو في قيمه كبيره، بص يا جماعه عشان اقول لكم حاجه، لو اقول لكم حته بقى الطلاب دي هتبقى الجزء الثاني من الحصه مبني على السؤال ده. عشان يا جماعه بعد شهر من دلوقتي الناس هتتلخبط مين اللي اكبر من الثاني. خليك فاكره ان الميديان دايما واقف في النص. المين هو بيروح يمين او شمال؟ الميديان دايما واقف في النص. فلو البنات صغرت يجي ناحيتي، لان النيجاتيف من ناحيتي. لو البنات كبرت يروح ناحيتي، يبقى اكبر. بس لو البنات كبرت يكبر معاها، صغرت يصغر معاها، والميديان واقف في النص. يبقى المين اللي بيتغير يا جماعه؟ المين اكبر من الميديان؟ المين اصغر من ده؟ في مساله صعبه هقول لكم مساله، مع اني مش عايز اعملها ده، بس اديني ثانيه، اديني ثانيه. اقول لكم مساله، مع اني برضه مش عايز، انا كنت عايز الحاجات دي على الفيس ليه؟ عشان ما اصدعكوش بيها، وهي مش جايه بالمستوى ده عندكم. بس انا لما عملت المجموعه الاسبوع اللي فات، لقيت الطلبه قالوا ايه؟ يا دكتور احنا عايزين مسائل بقى، عايزين حاجه صعبه. قلت لهم مش جايب امتحان، لقيتهم انبسطوا. انا انبسطت انا كمان. ورحت مديهم الاحصاء كلها في ساعه ونص بمسائلها. لو انتم مستعدين بده والدكتوره مش هتكهربني، انا مستعد اعمل كده. مستعدين؟ لا بجد والله؟ لا والله. اكبر اديكم مثلا. طب بصوا المثل ده. قالوا لي بقى 99 عينة مية. نسيت اقول لكم معلومة. وانتوا بتقروا الاحصاء اتعلم الاتي. بتاع الاحصاء ما يهموش الكلام التكست اللي فوق مكتوب بالانجليزي، عارف ليه؟ لان هيجيب لك مسائل صعبة جدا ويقول لك بقى السمكة لما تحصل، وانا ما اعرفش السمك ايه؟ ما اعرفش حاجة بالسمك. فتعمل ايه بقى؟ اقراها زي كده، بصوا بالصيني بالصيني بالصيني، اي كلام بالصيني مش مهم بالصيني بالصيني، بتاع الارقام ده قفي. انا يهمني الارقام بس. اديكم مثلا، انا هقرا لكم المسألة اللي هي مش مكتوبة كده، مش مكتوبة كده، بصوا زي بقى 99 حالة ملوخية. طلع الميديان بتاعهم، دي ضربه شاطره قوي، طلع الميديان بتاعهم 24.5 قلم. تقول لي الملوخيه بتاعت قلم مش مهم، هي مش على الملوخيه اصلا. انا عايز اثبت لك بتاع الاحصاء يجيب الارقام، ما يهموش الكلام ده كله. صح؟ بعدها يا جماعه طلع الميم بتاع الملوخيه 24 قلم. ايه تقول الملوخيه بتاعت قلم مش مهم، انا هجيب الارقام. قال لك 99 عينه، 99 حاله. قال لك يا جماعه مش انت بتحلوا في اي امتحان، بتبتدي تراجع الامتحان بعد ما تخلص. انا ابتدي ريينشن، معلش هاخد ديست بعد كده خمس دقايق عشان ما اقولش الكلمات معاك. هو يا جماعه عشان بس طول النهار تعبان. طب سيبها ديست شويه، ما اعرفش اشرب ولا شغال فات. بص يا جماعه ولا اعمل اي حاجه. بص يا جماعه ببساطه خالص اهو. مش انتوا يا جماعه لما بتحل امتحان بتحل مساله بترجع تراجعها بعدها؟ بتاع الاحصاء وراه مراجع. فالمراجع بيراجع وراه، قال له على فكره يا دكتور انت نقلت رقم 30 غلط. قال له المرض ده كان كام؟ قال له ده كان 35. يعني رقم من 99 نقله غلط. ال 30 عاد صلحها. هنخليها 35. ايه اللي يحصل في المساله؟ المين يكبر ولا يصغر؟ المين يكبر. المين يحصل له ايه؟ زي ما هو. انا اقول لكم زي ما هو ليه؟ طب اسالك سؤال بقى للطلبه بتاعت الدكتوراه لحظه، اقول لكم الحته بتاعت الدكتوراه. امتى الميديان يتغير؟ لو ال 30 طلع 19. ده رقم صغير. بصوا بقى اقول لكم فلسفه ايه؟ اقول لكم فلسفه ايه؟ هتفهموا المثل ده بالبلدي ده احلى. بصوا 2 4 6 8 10. المين يساوي كام يا جماعه؟ المين يساوي كام؟ ها؟ 6. المين يساوي كام؟ ها؟
يساوي 6. بص يا دكتوره هتفهم معايا مثلا بسيط ده. رقم 10 ده انا براجع طلع مش 10 طلع 90. مش فارق ايه اللي يحصل يا جماعه للميديان؟ يفضل زي ما هو. ايه اللي يحصل للميديان؟ هيكبر. طب امتى يا جماعه وانا براجع الميديان يتغير؟ لو ال 10 دي بقت 3. هتيجي هنا هتزقه. يعني يا جماعه انا عايز اقول ايه؟ لو الكبير فضل كبير الميديان ملوش دعوه. ولو الصغير فضل صغير الميديان ملوش دعوه. ال 30 بقت 35. ما هو يا جماعه الميديان كان 24 ونص. لو الكبير واروح عامل ايه؟ اروح عامل ايه؟ بص يا جماعه تاني محمد صح؟ محمد ما بينه من ايه صح؟ ايه محمد بينه من ايه؟ ايه اتغيرت بواحده اكبر منها زي كبيره فضلت كبيره هيفضل محمد زي ما هو بسيط. لان الترتيب هيفضل زي ما هو. فهمت الفكره ولا لا؟ الكبير لو فضل كبير هيفضل نفس الترتيب، والصغير لو فضل صغير نفس الترتيب. امتى الترتيب بتاعه يبوظ؟ لو الكبير بقى صغير او الصغير بقى كبير. فهمت ولا لا؟ في حاجه صعبه نفس الكلام؟ دي برضه مساله من المسائل دي. مش هوريكم هسه هنا ده لا خالص، ده هنا بقول لك اذبحهم واطرحهم واقسم بس حاجات بسيطه دي. ناخد بقى اللي بعدها اللي بعدها فلسفه على اعلى مستوى. هقول الطلعه الاولى ثم نكمل الباقي كمان ايه؟ شويه. مش هنكمل نص ساعه زي ده، مش نص ساعه ان شاء الله. كل سلام يا جماعه، كل سلام. ها بسم الله الرحمن الرحيم. هقول حته فلسفه. 2 4 6 8 10 المتوسط هو كام يا جماعه؟ ها الاكس واي هو كام؟ 6. الصف ده يا جماعه اسمه بالعربي البيانات. ورمزه الرياضي اكس بار. ايه اكس؟ والصف ده اسمه المتوسطات. ورمزه الرياضي اكس بار. بص بقى في صف جديد هيطلع. اسمه ايه بقى؟ كل بقى ركز معايا. العيان ده بيختلف عن متوسطه كام؟ 4. 4. والعيان ده بيختلف عن متوسطه كام؟ 4. يبقى لازم ادي اشاره عشان تبقى اكبر ولا اصغر. والعيان ده ماينس 2 اختلاف عن متوسطه، والعيان ده 0 عن موجب 2. يعني في جماعه الصف اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه الانحرافات. دكتور الكلام ده لحظه، ما انا عايز افهم جه منين؟ ما انت حاضر القانون خلاص، عايز اقول جه منين؟ انا عايز اقول جه منين؟ اتفضلي. هو الكلام ده لو سيمتريكال بس؟ لا اصبر عليا، اصبر عليا، واحده واحده، انا عارف سؤالك ده، اصبر عليا كمان دقيقه تاني. الصف ده اسمه معنى الانحرافات، حد عارف رمزه الرياضي؟ اكس ناقص اكس بار. بعد الاثنين عن السته. تاني يا جماعه، عندي ثلاث صفوف من المعلومات. صف اسمه البيانات، صف اسمه المتوسطات، صف اسمه الانحرافات. بص بقى اجمعوا لي الانحرافات. ده سؤالك اللي جاي يا دكتور. ها اسمك ايه؟ ايمان. نرمين. بص بقى ايمان. ايمان. يلا ايمان ده سؤالك اللي جاوب. اجمعوا لي الانحرافات يا جماعه. صفر. بص القانون ده ايه؟ مجموع الانحرافات يساوي زيرو. شو انا بقراها ازاي؟ اهو ده قانون. هذا القانون. فايمان هتقول لي بقى يا دكتور عشان البنات سيمتريكال فماينس 4 لغت موجب 4. لا يا جماعه حتى لو مش سيمتريكال اديكم مثلا على المساله اللي عملوها في البيت. لو هنا يا جماعه طلع ماينس 9 وهنا طلع ماينس 6 يبقى 2 ماينس كام؟ 15. لا يا جماعه يا جماعه ده الطب مسح دماغه ولا عمل ايه؟ هو الطب جاب كده عشان كده. لا كويس انت بتجيب ارقام. اه والله على فكره ده طبيعي جدا. يا جماعه ماينس 15 هتلاقي ناحيه الموجب 15 يلغي. يعني القانون ده حتى البنات لو مش سيمتريكال. لا هو طبيعي جدا يا جماعه، طبيعي جدا يا جماعه. الطب انت داخل في سكه وسبت السكه دي خالص، عايز تبقى بره. مع فكره مش عارف الطب، على فكره مش مضيف العيب في الطريقه اللي بتعاملوا بيها الطب. الطب على فكره من اكثر الكليات اللي فتحت مخ، بس انتوا بتعاملوها حفظ وخلاص. عمر ما حد فيكم سال نفسه مثلا هو ليه الفيمر مش مستقيمه كده، الاكسس بتاعها كده ليه؟ عشان اه يبقى لازم افكر كده. ايوه لازم اعيش كده. اما اعيش يا جماعه ملخص وخلاص، ليه ليشنز وعضلات وعمر صم؟ لازم مخك يبقى كده يصدي. بص يا جماعه صبوره، بص يا جماعه صبوره، السؤال لكم كلكم يا جماعه. يا بنات يا بنات يا بنات، الحته الفلسفه دي يا عبد الرحمن، الحته الفلسفه دي مهمه جدا. اسمك يا دكتور؟ سلو. سلو. منار. منار. مها. بصوا معايا، بصوا معايا عشان دي مهمه جدا. انتوا الثلاثه بتتكلموا، بصوا معايا عشان دي مهمه جدا. انا جبت يا جماعه في الجزء اللي فات من الحصه ايه؟ مركز البيانات بكام طريقه؟ مين وميدير واحد؟ ها؟ السؤال لكم كلكم عبقري. يا جماعة هو الطريقة دي وظيفتها يا جماعة تختصر البحث بتاعي، يعني فين يعني ايه؟ يعني مش المفروض أقول لك يا جماعة البحث بتاعي. المفروض تقول لي انزل اعمل بحث عن الإقامة في مستشفى المنيرة، أجي أقول لك متوسط الإقامة 6 أيام. السؤال الجاي بقى يا جماعة كلكم عايز ذكاء جدا، السؤال كلكم هل مركز البيانات كافي لوحده للتعبير عن البحث؟ لا أنا مش عارف. يعني لو جيت قلت له يا جماعة أنا عملت بحث فطلع المجموعة بتاعتي بتشرب 50 سيجارة في اليوم. لا لا يا جماعه لا لحظه لحظه عليا لحظه عليا. هل يا جماعه رقم 50 فهمك بيشربوا كتير ولا شويه؟ لا في احتمالين، عارفين احتمالين؟
يا اما يطلع واحد بيشرب واحد سيجاره واحد كان بيشرب 99 ومتوسطه 50، يا اما الاحتمال الثاني كان بيشرب 49 وواحد و50 وبرضه متوسطه 50. يعني يا جماعه يعني في احتماليه، يا اما بتشرب بعيد عن المتوسط قوي يا اما جنب المتوسط وفي متوسطه 50. ما لازم نعمل ايه بقى؟ اكيد نعمل ايه؟ ركزوا في النقطه اللي على الضغط ده، يا عم الجمله اهو، لازم نخترع رقم يقول لك كيف تنتشر البيانات حول المتوسط، رقم يقول لك كيف تختلف البيانات عن المتوسط، رقم يقول لك كيف تنحرف كل دي يساوي بعض، كيف تنحرف البيانات عن المتوسط. اديكم مثلا عمرو جنسوق، عمرو جنسوق متوسط مذاكره في الدفعه تعبكم 8 ساعات في اليوم، يبقى مذاكره حلوه ولا وحش؟ 8 ساعات في اليوم، في اليوم احتمالين، في احتمالين، عارفين احتمالين؟ بصوا يا جماعه باختلاف 7 ساعات، يبقى في واحد بيذاكر ساعه، واحد بيذاكر كام؟ 15 ساعه. يطلع انت رصيدك واحد لاثنين في الفكره ولا لا؟ وفي احتمال تاني، عارفين احتمال تاني؟ واحد بيذاكر سبعه وواحد بيذاكر تسعه. فلازم اخترع رقم يقول لك كيف تختلف البيانات عن المتوسط؟ كيف تنتشر بيانات عن المتوسط؟ بصوا على السبورة يا جماعه، الناس دي صعبه جدا اهو، بصوا يا جماعه، اثنين اهو، اربعه، سته، ثمانيه، يا جماعه 10، يا جماعه حد يقول المتوسط يساوي كام؟ ها؟ سته، حد يقول الاختلافات كانت كام يا جماعه؟ ماينس اربعه، يا جماعه ماينس اثنين، ها؟ زيرو، ها؟ موجب اثنين، موجب اربعه، عارفين عامل ايه؟ الجزء الثاني من الحصه لازم اقول لك رقم يقول لك كيف تختلف البيانات عن المتوسط، كيف تنتشر البيانات عن المتوسط، كيف تنحرف عن المتوسط. انا اقول لكم قول ورايا، اقول ده صح ولا غلط. بصوا يا جماعه، انتوا رئيس القسم قلت لهم مصطفى انزل اعمل بحث عن الاقامه في مستشفى المنيره، فجيت قلت لكم ايه بقى يا رئيس القسم؟ انا عملت البحث، قوله لي لا اختصره لي. رحت قايل لك ايه بقى؟ متوسط الاقامه 6 ايام. قلت له ايوه، العيانين بتوعك كانوا عاملين ازاي؟ رحت قايل لك العيان الاولاني كان بيبعد عن متوسطه ماينس 4، والتاني ماينس 2، واللي بعده زيرو، واللي بعده موجب 4، واللي بعده موجب 2، صح ولا انا قلته غلط؟ صح ولا غلط الاول؟ غلط. غلط ليه؟ بسبب ايه؟ مفيش سمري، مفيش سمري، بس مفيش سمري، ده مفيش سمري وزليته. عارفين زليته ازاي؟ هو بص المثل ده، بص المثل ده، نصك اسمه محمد، معلش بقى تشبيه غلط، نص اسمه محمد كله اسمه محمد اهو، ونص كله اسمه احمد، ده محمد ده احمد، واحد دخل من بره. دول اسمهم ايه؟ قلت له مش احمد. ودول اسمه ايه؟ قلت له مش محمد. يا اخي ده انت لو كنت عاجبت له البحث بالتفصيل كان ارحمك. يعني لو كنت قلت له انا ماني يومين، قلت ده لفيت الاخر بص عارف ايه؟ متوسط 6 والاولاني ماينس 4 والتاني ده انت لفيت من ورا خالص. عارفين يا جماعه؟ يعني لازم قياسات التشتت. الجزء الثاني من الحصه، الجزء الثاني من الحصه اسمه قياسات التشتت. بصوا يا جماعه اللفظ ده مهم جدا، وهيجيب بعد ليست كده صغير دي كتير جدا. بصوا يا جماعه، بصوا لازم اخترع رقم عايز تكتب ورايا اهو، يقول لك كيف ديسبيرس تختلف، كيف سبريد تنتشر، كيف استدر تتبعثر حول المتوسط، كل ده كيف يا جماعه ديفييت تنحرف عن المتوسط. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، لحظه لحظه لحظه، طب خلونا نخلص منه، اول ما اخلص منه يلا حد كده يتقبل، معلش انا هعمل ايه؟ طب ما اديش ريست. يلا يا جماعه لسه كده دقيقتين يعني، وانت قاعدين كده ناس لسه بقى اصحى. دكتوره دكتوره دكتوره، ها جاب دكتور يسميها بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعه السؤال ده انا همشي وانا عارف الغلطه فين. يا جماعه انا عايز الجزء الثاني من الحصه اجيب يا جماعه رقم يختصر البيانات. لا البيانات اهو، المركز كان يختصر البيانات ولا النهارده عايز رقم يختصر التشتتات؟ يختصر التشتتات. فانا اي حاجه تختصر التشتتات في الدنيا هي المتوسط، اي حاجه تختصر اي حاجه متوسط، عايز تختصر اي حاجه في الدنيا متوسط، واي متوسط مجموعه على ان، لحظه مجموعه على ان، لحظه هو الجزء الثاني من الحصه هتكلم على مجموع البيانات ولا مجموع الانحرافات؟ الانحرافات يبقى اكس ناقص اكس بار. انا عارف الدور في المقوله تاني، الاول اقول القانون جه منين وبعدين اتكلم. اي انا عايز النهارده يا جماعه اختصر الانحرافات، اي حاجه تختصر في الدنيا مجموعة على ان. يا سلوى بص عشان الكلام ده مهم، انا عايز النهارده اختصر الانحرافات، اي حاجه تختصر في الدنيا مجموعة على ان. يا جماعه النهارده هتكلم على مجموع الاختلافات مش مجموع البيانات، يبقى اكس ناقص اكس بار. ايه القانون ده؟ ايه مين اللي فاكر؟ البسط دايما هيساوي ايه؟ صفر. صفر على اي حاجه يساوي ايه؟ صفر، يبقى مش قانون. السؤال ده كله يا جماعه، على فكره انا بعمله معاكم معاه عشان اقول لك من اين جاء القانون. اللي انا بعمله معاكم عشان تعرف لوحدك من اين جاء القانون. ايه اللي خلى القانون ده يساوي صفر؟ حد يقول لي كده بالعربي؟ لا، من القيم الموجبه لغه السالبه. يبقى لازم اعمل حل للتغلب على الاشاره، في حلين. في كتاب عامل حل واحد بس. التربيع. يبقى اول حل التربيع، لحظه، لان ماينس 2 في ماينس 2 بموجب 4. فنعمل يا جماعه بصوا لحظه يا جماعه لحظه، حد يا جماعه 4 دي يا جماعه انا همسح هنا عشان بس ايه؟ يبقى السبوره واسعه، لان هي السنتر برضه هنا، يا
يعني بشتغل في سنتر سبوره عيله عايز يكحسه سبوره ضخمه جدا عشان ما نقعدش يمسح كل شويه بس صورها كويس ومعلش بقى الصوره وطلعت فيها مشاكل يعني. بصوا المثل ده 2 على 4 يا جماعه بص 2 ربعها لي كده يبقى البسط 4 يطلع 4 والمقام 4 يطلع كام؟ ينفع اربع البسط و4 عشان المقام؟ ما ينفعش. بصوا المثل ده اهو مجموع عشان نحطه سوا مجموع على ان والنهارده بنتكلم عن الانحرافات يبقى اكس ناقص اكس بار ربعت البسط ما ربعتش المقام في غلط في غلط خطا ولا مفيش؟ في بتحصل معاها حاجه اسمها معادله بنحسب بيها معدل الخطا فحسبنا معدل الخطا فلقينا لو نقصنا واحد من المقام كانها اربعه مالناش دعوه بالدليل هو في قانون اصلا بيحسب معدل الخطا ليه؟ شوف بقى لحظه تعالى بقى اعمل ايه؟ عشان اقول لك ازاي تخترع القانون. بص يا جماعه القانون اخترعه ازاي؟ انا قاعد في الامتحان مش فاكر حاجه خالص اهو. الجزء الثاني من حسب قياسات التشتت يبقى لازم اخترع رقم يختصر لي الانحرافات. اي رقم يختصر في الدنيا متوسط مجموع على ان. طب يا دكتور انا ربعت البسط ما ربعتش مقام ناقص واحد. لحظه هذا القانون اسمه ايه؟ حد عارفه ولا لا؟ فاريانس التباين. انا المفروض